الفضاءات الخضراء كان ما كان ما كنعرفوهاش بصفه نهائيه عندنا اكثر من 60 سن سنه تنعيشوا في هذه الارض السعيده كيف ما كتشوفوا الفضاءات الخضراء ما كاينش شي حاجه زوينه فين فين يطلقوا الوليدات رجليهم ما عمرنا شفناها كيف ما كتشوف هاد الجرده هذه الى الى قدرت نقول لكم ما عرفناهاش واش جرده ولا 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 واش واش جرده ولا مزباله ما عرفناش شنو غادي نسميوها كيف ما كيقولوا الناس مسؤولين بانهم هما خصوها جرده كيف ما كتشوف الاخ الكريم الا كانت هذه جرده واش ممكن تكون حداها هذه الزباله هذه اللي كيشطبها هاد العبد الضعيف كل صباح كل صباح تنخرج راتو ديالي والشطابه ديالي كبيره والبالا كنجمع داكشي كيوصل 12 او للوحده تنلقاها عمرات كيف ما كانت البارح ما كنش عائله اللي اللي عندها كيفاش دير وتخرج تهز وليد ولا بنيه شي مراه ولا راجل، تهز وليد ولا بنيه ديالها وتخرج ما عندهاش فين تخرج بصفه نهائيه، ما عندناش فين ندورو. الطلب ديالنا اخويا تيخصنا مساحات خضراء فين نطلقوا رجيلات وليداتنا ويحيدوا علينا هذا الازبال هذا. جماعة ديال علال التازي تفتقر لهذه الفضاءات والمساحات الخضراء. المساحه الخضراء هاد الجريده اللي تتشوفوها اللي ما كيتجاوزش المهم تيتعداش اللي ما تيتعداش المساحه ديالها واحد 20 متر ولا 25 متر كاريا وبالرغم من هذه ان فرغوا يعني طالها التهميش وبزاف ديال ديال ديال, ديال الاشياء الناس سيدي ما عندهاش فين تجلس ما, ما عندهاش فين تجلس دي الثقافه ديال المتنفس يتنفس ما عندوش فين يجلس لان على هو محاصر لا بغيتي تقول حتى التوسعه ديالو ما تسمحلوش باش يتوسع الثقافه ديالهم هما بحال هاد المنتزهات وهاد لا بغيتي تقول فين فين يمشيو المطالبه ديالهم دائما إحنا باحتكاك ديالنا مع الناس عبد ربي ضعيف ملي تنسول شي واحد يقول لك حنا ما ولكن ما كاينش اللي ما, ما كاينش كي غنديروا ما عندناش فين نمشيو ما تنساش تشترك في القناه وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس